في الجهة اليسرى راوي حاتم بن عرفة. حاتم ماذا سيفعل؟ حاتم يتوغل داخل منطقة الجزائر وراوي يترك كرة به فرصة الآن وجول. الهدف الثاني والأربعون لتييري أوري مع المنتخب الفرنسي. هدف تاريخي بكل المقاييس. تييري أوري ولو بمساعدة أحد المدافعين أعتقد أن الهدف يحتسب إليه، يحتسب له. الهدف الثاني والأربعين كما تشاهدون، هدف تاريخي لتييري أوري ويحرر به زملائه والجمهور. يحرر الجماهير ويحرر زملائه بهذا الهدف. وفي الانطلاقة الشابان العربيان بن عرفة وبنزيما إلى تييري أوري. ليس هناك تسلل، لاحظتم أن هناك أحد المدافعين يغطي على المهاجمين الفرنسيين، كان من الممكن أن يحتسب التسلل، كان تسلل أكيد على فرانك ريبيري لو لم يكن ذلك المدافع ساقطا على الأرض، وبالتالي